سيتم فتح الحدود التونسية أمام المنتوجات الفلاحية الجزائرية قريباً ليتم إخضاعها للمعاينة والكشف عن سلامتها حسب ما كشفه رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين بعد أن منعت المنتوجات الفلاحية الجزائرية الدخول إلى الأراضي التونسية منذ قرابة اليومين وطعنت في مدى سلامتها لأسباب وهي آخر معلومات راح الجمارك التونسية راح يخلوا تلعى تونس وتونس تنزل لها تحاليل. هذه هي ونظن باللي هذه البداية لأن احنا عملنا ما صدنا البطاطا لتونس على هذيك يعني جات حاجة مغربة. أنا اتصلت بوزارة التجارة واتصلت بوزير وزارة السلاحة ولكن يعني الناس ربما راهم في عطلة وفضلت يعني هذا الشيء هدايا يمكن يصلحوا مع الجمارك تاعنا والجمارك التونسية. تشكيك السلطات التونسية في مدى سلامة المنتوجات الفلاحية الجزائرية يطرح الكثير من التساؤلات في ظل صمت الجهات المعنية. نتفاجأ أنها عالقة على مستوى الحدود التونسية. رفضت السلطات التونسية أن تترك هذه البطاطا أن تدخل التراب التونسي. كان واحد الورقة تاع الصحة هي اللي ما عطوهناش باش يفوتونا. ترانزيتير راهو يحكي كيما هكا. وهنا في الجزائر جاء طبيب تاع الجزائر وفوت كل شيء اجراءات عاديه عندك في تاع التوانسه ما قبلوهاش ديجا وما شافهاش ثاني. قضيه منع دخول المنتوجات الجزائريه للتراب التونسي تفتح مجددا ملف التسهيلات المقدمه للمصدرين من طرف الحكومه، خاصه وان هذه القضيه تبين عده نقاط سلبيه تجاه المصدرين الذين بقوا دون اطار منظم لتسويق منتجاتهم.